أهلا بكم من جديد. أظهر مؤشر نيلسون لقياس ثقة المستهلك أن ثقة المصريين في الأوضاع الاقتصادية وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. ووفقا للتقرير الصادر اليوم، فقد سجل مؤشر ثقة المستهلك 70 نقطة خلال الربع الثالث من العام، وهو أقل بمقدار 29 نقطة عن متوسط المعدل العالمي البالغ 99 نقطة، ويعتبر أقل مستوى لمؤشر ثقة المستهلك تسجله مؤسسة نيلسون خلال عملها في مصر. تقوم نيلسون بإصدار مؤشر الثقة منذ العام 2005 عبر دراسات ميدانية في 63 دولة لقياس وجهات نظر وآراء المستهلكين في جميع أنحاء العالم بشأن التوقعات الوظيفية المحلية والموارد المالية الشخصية ونوايا الإنفاق الفوري والمشكلات الاقتصادية ذات الصلة. للحديث حول كيفية حفاظ المصريين على مدخراتهم وأبواب الاستثمار المتاحة في ظل التدهور الحالي للاقتصاد المصري، أرحب بضيفي في الاستوديو الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، رئيس قسم الاقتصاد بصحيفة العربي الجديد. أهلا بك أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا أستاذ. نعم، مشاهدينا أنوي أننا سنتلقى اتصالاتكم عبر الأرقام التي ستظهر تباعا أسفل الشاشة حول أفضل استثمار لأموالكم في ظل تذبذب أسعار الجنيه المصري، وسيرد عليها بالتأكيد الأستاذ مصطفى عبد السلام. طيب أستاذ مصطفى، ابتداء، هل حقيقة أن ثقة المصريين كما جاء في هذا المؤشر فيما يخص الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في مصر خلال الفترة الأخيرة اهتزت بشكل كبير؟ طيب ده صحيح. يعني عندما يخرج رئيس الوزراء وينفي عدة مرات تعويم الجنيه وبعدها بأيام يعوم الجنيه، عندما يقوم رئيس الوزراء ووزير البترول ووزير المالية بنفي بشكل قاطع رفع أسعار الوقود، وبعدها بأيام يتم رفع سعر الوقود، وبالتالي ثقة سواء الأفراد أو المستثمرين في كلام الحكومة أنا بعتبره، أنت بتقول 75%، أنا بعتبره يعني شبه منعدم، لأنك أنت كل القرارات الحكومية الصعبة الأخيرة والإجراءات القاسية اللي خدتها سواء بالنسبة لتعويم الجنيه أو بالنسبة لرفع أسعار الوقود كلها الحكومة نفتها عدة مرات وبشكل قاطع. وكان رئيس الوزراء بيخرج في مؤتمرات صحفية لا لتعويم الجنيه لا لرفع سعر الوقود. وعلى فكرة بالمناسبة في يناير القادم هيكون في رفع آخر لسعر الوقود يناير القادم، لأنك أنت ده اتفاق صندوق النقد الدولي انك انت تخلص من قصه الوقود دي. صندوق النقد الدولي قال لهم ان في يناير، يعني ضمن الجدول ان يناير القادم سيرتفع اسعار الوقود مره اخرى. انت من يناير لغايه ابريل هتعمل عده اجراءات ثانيه عشان تاخد الشريحه الثانيه اللي هي مليار وربع. كويس، من ضمنها ان قصه الوقود خلاص انهيها، ما فيش دعم للوقود، وهترفع اسعار الكهرباء غالبا هيرتفع بنسبه قد ايه؟ غالبا النسبه لغايه دلوقتي 20%، يعني ارتفع 20% كمان عن اخر ارتفاع اللي هي 36%. طيب اما يبقى المواطن ما عندوش ثقه في حكومته من الناحيه الاقتصاديه، ايه اللي بيحصل؟ يعني المواطن بيتحرك ازاي؟ لان الحكومه ما بتستشيروش في اي قرارات. يعني فاكر انت الحوار المجتمع والقصص اللي هي سمعناها بعد الثوره، اي حكومه بتعرض قرار خطير في منتهى الخطوره بتعرضه على طول على الشعب عشان يقتنع بيه عشان يساندها. لا، الحكومه بتتم في تم في تم في ثم تطبق وبعد كده. لا يعني انا كنت كمان اقصد من سؤال استاذ مصطفى، دلوقتي ما يبقى في مواطن ما عندوش ثقه في حكومته، انا اقصد من الناحيه الاقتصاديه، بيعمل ايه؟ بيشغل فلوسه ازاي؟ بيوديها فين؟ لا تشغيل الفلوس دي قصة مش مرتبطة. يعني لا يعتبر قرارات الحكومة أو كلام الحكومة مؤشر. أيوة. هو كله بيلجأ للأسلوب اللي هو الواقعي أو البيئة المحيطة به. أنك أنت تدور، أنا عارف وممكن نتكلم عليها بالتفصيل، القاعدة المعروفة جدا في كل الاقتصاديات العالم كله، أنك أنت احتمي بيسموها الأصول الأمنة أو الملاذات الأمنة. العقار تقصد مثلا؟ أن أنا أحط فلوسي في الذهب والعقار. الذهب والعقار الذهب خلال الفترة الجاية دي هيرفع تاني عالمية. أكثر مما رفع؟ هو في السوق المصري مرتبط أكثر بالدولار. كويس؟ ومرتبط بارتفاع الدولار هو اللي خلى، لكن أنا أقصد عالميا. كويس؟ الذهب في مصر قد يتراجع بمقدار تراجع الدولار. كويس؟ لكن عالميا
هو برضه بيسعر طبقا يعني للاسعار العالميه. انت تنصحني انا لو بتكلم مصري الان وهو معاه حبه مدخرات شايلهم يعني من تعب السنين وخايف عليهم، بتنصحه ان هو لا يروح يشتري بيهم ذهب يحطهم في الذهب ولا يحطهم في العقار، يروح يشتري حته ارض او شقه؟ ما هو الاثنين مضمونين كويس. اللي هي بيسموها الاصول عاليه الامان يعني او الملاذات الامانه، انك انت ايه الذهب لو انت عايز تشتري ذهب اشتري سبائك. سبائك ده ما تشتريش الحلي بتاع السيدات ما اشتريهوش. يعني اذا كانت الفلوس اللي معاك محدوده اشتري ماشي سبائك يعني ذهب، لكن لو انت عايز تستثمر اشتري سبائك لان دي بتبعدك عن قصه المصنعية. ما اشتريش حلي السيدات يعني لان ده علشان المصنعية بعد كده لانك انت لو بعته هتخسر، ولو الدولار اصلا انخفض هتخسر. ده كلام ممكن ان يغضب منك يعني الكثير من السيدات المصريات. لكن السبائك الذهبيه ميزته انه بيحافظ على قيمته، وانت اصلا طالع على موجة تانية من ارتفاع الذهب عالميا. ليه؟ ترامب لما جه هيعمل شوية مشاكل في الاقتصاد العالمي كويس، هيلغي اتفاق التجارة مع النفتة مع الاتحاد الأوروبي مع كوريا، هيلخبط لك العالم. وما هو البنوك المركزية في العالم كله دلوقتي بتعمل ايه؟ بتجري تشتري ذهب. يعني حتى الدولار نفسه عالميا ممكن يحصل له لخبطة خلال الفترة الجاية. طيب يعني افهم من كلامك تاني ان انا أأمن طريق للمدخرات الآن أشتري بيها سبائك ذهب أو رقم اثنين أروح أشتري أحطها في حتة أرض أو أحطها في شقة يعني. في شقة ويفضل إن الشقة تكون في مكان أقرب ما تكون العشوائي. يعني إيه؟ يعني بمعنى أنت عايز تشتري شقة ومعاك فلوس، روح مكان عشوائي أو متوسط الحال وتشتري فيه. ليه؟ لأن ده هيحقق لك عدة مزايا. الميزة الأولى أنك أنت ممكن تبيع الشقة بشكل سريع في الوقت ده، لكن لو خدتها في المدن الجديدة. وأنا عارف أنا هاجل النقطة دي نتكلم فيها بالتفصيل الحقيقة لأن هي مهمة. لكن معنا أول اتصال الأستاذ صالح من المغرب. أهلا بك يا أستاذ صالح. السلام عليكم أساتذتي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة إحنا كنا بنتكلم عن أسلم طريقة للاستثمار في مصر، لكن تفضل ماذا لديك من سؤال؟ أستاذ الكريم، أنا من مدة وأنا أسمع المواضيع على مصر وعلى تعويم الجيني، أريد أن أفهم من سيادتكم ما تعويم الجيني، لأن إحنا هذا الموضوع هذا يغفل علينا، لا نفهم ما معنى تعويم الجيني، وشكرا سيدتي. شكرا أخي صالح من كنت معي عبر الهاتف من المغرب، ممكن نبقى على الاقل نجاوب في النهايه. لكن انا بس عايز ارجع لفكره ان انت ما تروح تشتري عقار، ما تروحش تشتري يعني انت مثلا ما تنصحش ان واحد يروح يشتري شقه مثلا في التجمع الخامس 6 اكتوبر في بدر المدن المدى البعيد. يعني انت بتتكلم في 10 15 سنه اشتري في الحياه دي. لكن انت في المناطق الشعبيه فيها ميزتها انك انت بتاجرها بشكل سريع، ولو عايز تبيعها بتبيعها بشكل سريع. طيب. والاسعار رخيصه. قطع كتير فاستحملني. معنا تليفون اخر، ابو حمزه من السويس. اهلا بك يا استاذ ابو حمزه، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخ ابو حمزه، اتفضل يا اخي. والله يا استاذ مصطفى عبد السلام، يعني حاسس ان الدنيا هنا كلها فلوس. يعني يا فندم مش لاقيين ناكل. يعني ممكن انا اخزن سكاره رز. ده بقى الاقتصاد اللي قدام. نخاف استخدام مكرونه، كرتون الزيت، اما سبائك ذهب يا استاذ احمد. يعني الحقيقه طبعا انا عارف ان عندك حق، لان في قطاع ما عندوش مدخرات من الاساس في مصر علشان يستثمرها يعني. لكن انت ما عندكش اي حاجه على جنب شايلها كده للسنين تحطها في اي مكان يا ابو حمزه؟ والله يا فندم احنا عندنا غربه بقى بتاع 10 15 سنه، جينا بنينا بيت وربنا كرمنا بخمس ست عيال. هو الاستثمار دلوقتي في العيال، ازاي تعرف تاكل ابنك؟ صحيح صحيح. ازاي تعرف تاكل مراتك؟ ازاي تخلي مثلا في شويه رز زياده في البيت؟ شويه سكر في البيت؟ شويه زيت في البيت؟ شويه فاصوليا في البيت؟ ده الفاصوليا ب 25 جنيه يا استاذ احمد. كان الله في العون. كان الله في الحون. شكرك شكرا جزيلا أبو حمزة، كنت معي من السويس. وانتقل إلى العراق، ومعي من هناك أبو أحمد، تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي احنا دخنا الصراحة. ليه؟ احنا احترنا ويا حكام العرب. ليه يا أخي تفضل؟ أقول لك احترنا ويا حكام العرب. تفضل أنا سامعك. ليه؟ يعني تلاقي واحد عربي يمتلك 50 مليار. وواحد من العرب ما لاقيش خبز ياكلها.
صحيح. وواحد ما لديش خبز ياكل. تلاقي حكام العرب يتكلموا كلهم على الديمقراطيه والحريه. وكل تكلمه يقول لك الشفافيه. ولا في حريه. ولا في ديمقراطيه. وزهقونا. نعم. طيب. زهقنا احنا وتعبنا تعبنا. تعبنا على الاخر، لا عارفين هنعيش وين. خليهم يبيعونا يبيعونا للدول الاوروبيه وارتاحوا. نعم. اللي هاجر يتاجروا بيه. شكرا. شكرا جزيلا ابو احمد، كنت معي من العراق. هو الرجل يعني شايف ان يعني كثره المليارديرات. نور الملكي عندهم متهم في سرقه حوالي 50 مليار دولار. رئيس الوزراء العراقي. نور الملكي كان بيعمل سكك قطر وياخد فلوسها، وما فيش ما فيش سكك قطر، ويشتري عربيات اصلا، وبعدين لما يدوروا على العربيات ما يلقوش سكه القطر اصلا. وبالتالي نرجع تاني لموضوع الادخار الاسلم في مصر. قلت بلاش نروح نشتري في المدن الجديده زي 6 اكتوبر او يكون الشراء فيها على مدار. وهي غليت دلوقتي. يعني انت بتتكلم في المتر دلوقتي من 3 ل 6000 جنيه. صحيح. لو انت هتشتري قطعه ارض اقل حاجه 500، يعني بتتكلم في 2 مليون، وده رقم يعني. لكن اروح اشتري فين؟ في الهرم، في فيصل، في يعني عارف، في الجماليه، في الحتت دي يعني. ليه؟ انت القصه، انا بنصح حتى على طول انك انت لو معاك شويه فلوس تشتري وتبني كمان. ده استثمار افضل جدا، وان تبيع شقق او تأجر. طيب سأعود اليك يا استاذ مصطفى، لكن معي محمد من السودان. اخ محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل يا اخي. احييك واحيي ضيفك الكريم يا اخي. الله يبارك فيك، تفضل يا فندم. يا اخي مشكله مصري لن تكون مشكله اقتصادية بأي حال من الأحوال. مشكلة مصر مشكلة سياسية تتحدد في النظام القائم الآن في مصر. أنا برى أن قضية مصر أكبر من الاقتصاد، أكبر من شوية المدخرات اللي نتحدث عنها نحن الآن. مصر في خطر من نظام سيسي يا أخي. الدليل على ذلك أخواننا المصريين، يعني خدت الدكتور في وزارة المالية والمالية في وزارة، هذه اللخبطه اللي قايم بها الرجل اللي اسمه سيسي، الجنرال السيسي، ستخرب مصر. هذه المساله ليست مساله اقتصاديه فقط، مساله سياسيه بحته، ومصر في خطر. تمام، شكرا جزيلا اخي محمد، كنت معي من السودان. طبيعي اهتمام عربي بالشأن المصري كما استمعنا إلى الأخ من السودان أو الأخ السابق من العراق. معي من القاهرة عبر الهاتف محمد أحد المشاهدين، تفضل أخي محمد. طيب انقطع الاتصال مع محمد من القاهرة. معي حسين من ألمانيا. أستاذ حسين تفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بس لي تعليق صغير على اللي قاله الأستاذ مصطفى. إن الناس بتتجه للملاذات الآمنة، وذكر منها الذهب والعقارات. الحقيقة بعد الأزمة العالمية في 2008 انتبهت الدول الأوروبية والغرب إن الناس عموما على مستوى العالم بتتجه إلى الذهب. تمام. فلو طلعت حضرتك، لو انت متابع، حضرتك خبير اقتصادي اعرف مني يعني، ان كل الودائع اللي تمت في خلال الفتره دي او بعدها تم تخفيض قيمه الفايده عليها، اصبحت تقريبا فايده صفر. وده كان هدفه حاجتين، هدفه ان السيوله ما تفضلش في البنوك، ده كان هدف ان هم عايزين السيوله تدخل في نظام الاقتصاد العالمي. والهدف الثاني انه الناس لما تاخد الفلوس دي وتروح للملاذات الامنه زي ما قلت حضرتك، انها ما تروحش فعلا للملاذات الامنه، عشان كده هم استخدموا الاحتياطات اللي عندهم من الذهب. كل الدول الكبرى زي روسيا والمانيا وانجلترا والولايات المتحده. وبالتالي استاذ حسين انت شايف ان مش الامثل للاستثمار. عفوا بس اصلا انا معايا متصل اخر من القاهره، حتى بس لا نغيب عليه. فقول لي حضرتك بسرعه عايز تقول ايه. انا هكمل في جمله واحده، اتفضل يا اخي. انه الحقيقه انه اسعار الذهب لو تلاحظوا حضرتكم من سنه 2008 او بعد 2008 2009 2010 كلها في النازل، لان البنوك المركزيه للدول دي هي اللي بتضخ الذهب في الاسواق. شكرا.
أنا آسف، أنا آسف من يعني عفوا حتى لا أغيب عن بقية المتصلين. شكرا جزيلا أستاذ حسين من ألمانيا، ومعي محمد من القاهرة. تأخرت عليك قليلا محمد، تفضل. أستاذ محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الوقت حضرتك احنا عندنا حاجات كتيرة جدا بنستوردها، ممكن احنا نعملها بطرق بسيطة جدا بالنسبة للمستثمرين. الأدوات المدرسية، القلم الرصاص والأستيكة والبراية والمسطرة، الحاجات دي بتهالي مش تحتاج استثمار عالي. لا أنا أستاذ محمد عفوا، أنا مش عايز أقطع عليك، لكن إحنا بنتكلم عن فكرة الاستثمار. يعني أنا لو معايا بعض الأموال اللي شايلها على جنب من تعب السنين، أحطها أفضل حاجة فين؟ بتكلم عن مصر تحديدا، أنت ليك رأي في الموضوع ده؟ ما هو أنا حضرتك، ما أنا بقول حضرتك الاستثمارات دي بسيطة جدا، ب 100,000 200,000 أنا ممكن أعمل حاجة زي كده. جميل. حاجات صغيرة جدا، لأنها كلها حاجات أستيكة، براية، مسطرة، الحاجات دي حضرتك كلها بنستوردها من بره، وبيحتاجها الأطفال من أول كي جي 4 سنين لحد الجامعة، يعني شريحة كبيرة جدا، تقريبا 60% من سكان مصر بيستخدموها، فالحاجات دي يعني صغيرة. أنت جربت حاجة زي كده يا أخ محمد ولا لا؟ ده لا والله أنا ما معيش ال 20,000 ولا 10,000 يعني، أنا بستثمر زي الأخ بتاع السويس في الزيت والسكر يعني. نعم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ محمد من القاهرة، يتحدث عن الاستثمار والاستيراد ممكن يكون طريقة مثلى. معي مهند من المملكة العربية السعودية. أخي مهند تفضل. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصري مقيم في المملكة، صحيح يا مهند؟ أيوه. تفضل يا أخي. إزاي حضرتك يا فندم؟ بحييك وبحيي كل الأحرار الكرام اللي بيسمعونا دلوقتي. نعم. وبتمنى إن الكلام، إن بتمنى يا فندم إن الكلام دوت يعني زي ما حضراتكم هتتكلموا على ازاي اللي معاه فلوس يقدر يتعايش بيها ويصرفها في مصر في الايام الصعبه اللي احنا فيها دي. احنا عايزين نتكلم ونقول ان الناس اللي عايشه في مصر دلوقتي هتعيش ازاي. صحيح. يعني صحيح. ندي شويه مشاريع صغيره او ندي شويه كلام للناس اللي عايشين في مصر يقدروا يتعايشوا مع الظروف الاقتصاديه دي ازاي، زي ما الناس اللي معاها فلوس هتقدر تصرف وتقدر تعمل مشاريع وتقدر انها تحافظ على فلوسها، الناس اللي معهاش فلوس هتعرف تعيش ازاي. شكرا جزيلا الاخ مهند من السعوديه. معي محمد من القاهره، تفضل اخي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لك يا احمد والدكتور عشان صار سلام. الله يبارك في حضرتك، تفضل. الله يكرمك. وبس كان سؤال للدكتور مصطفى، ان دلوقتي الوضع الاقتصادي في مصر شبه واقف سواء المحلي او المستورد، فهل بالنسبة يعني معلومات واحد بسيطة في الاقتصاد الكلي سواء العرض والطلب، هل حالة الجمود في جميع القطاعات ديت هل هتستمر لفترة طويلة ولا هيحصل عملية إعادة النشاط الاقتصادي سواء مع التحليل مع تعاون الجنيه أو تحليل الأسعار بتاع الوقود، أو هتفضل يحصل انهيار كلي للاقتصاد بتاع مصر؟ شكرا جزيلا. خصوصا طيب انقطع الاتصال مع محمد. معي سعد، الاستاذ سعد من الكويت. يا هلا يا فندم، وباختصار استاذي نتمنى انصاف المظلومين والغلابه، وباختصار جدا تخفيض الاسعار لهم والاستثمارات، يخصص لهم مبلغ من ملايين الجنيهات ومساعدات الخليج بالنسبه للغلابه في مصر. واخيرا يا استاذي احنا نتحدث بحريه وحسن نيه وشفافيه، تحياتي لكل البرنامج وللمخرج. شكرا. شكرا جزيلا أخي سعد، كنت معي من الكويت. ونتحول لوجه آخر لآراء المشاهدين، يعرض علينا زميلي عمر فياض التي جاءت لنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تفضل عمر. هناك الكثير من الآراء، منها من هو يطرح الأفكار للادخار، ومنها من يقول أنهم بالأساس خرجوا من مرحلة الادخار إلى استنزاف الادخار في مصر، هذا ما يتضح في التعليقات. وأبدأ مباشرة مع عبد الغني، يقول ما سابولناش حاجة ندخرها، خدوا كل حاجة ولو عرفوا أننا هندخر مش هيسيبونا برضه. نذهب إلى تعليق تيل نيرمين، تقول ما فيش غير الذهب والأراضي والدولارات، غير ذلك ما فيش حاجة لها أي قيمة الآن في مصر كما تقول نيرمين. وحمدي يقول عن طريق الرز والسكر هما السلع المفتقدة الآن في مصر واقعيا على الأرض. أما محمد النجار فيقول شراء الذهب أو العقارات والأراضي، والأفضل شراء الذهب لأنه أخف وأمان أكثر وقيمته ثابتة، ده رأيي. إذن هذه وجهة نظره في كيفية الادخار للأموال. محمد طه يقول
هو في مدخرات اصلا لم يعد لدى المواطن ما يدخره بالاساس حتى يحافظ عليه. ورمضان لطفي يقول حاليا لا يوجد ادخار، انما يتم الان استنزاف كبير للمدخرات لمحاوله العيش على نفس الوضع، وبعدها سينكشف المستور. التعليق التالي لأحمد أبو مؤمن يقول الهروب من مصر هو أفضل استثمار للمواطن أن يخرج بما لديه من مال خارج مصر كما يرى، يعني هي فكرة له تخصها. أما حسام فيقول يا راجل هو احنا بقينا أو بقى في حلتنا حاجة ندخرها، ما شيخ المنصر نهب اللي ورانا واللي قدامنا، هو يعني كلمة مصرية أصيلة شيخ المنصر تطلق على من يقوم بالاحتيال. أحمد خلاف يقول الذهب هو الملاذ الآمن إذن للادخار. الآن ننتقل إلى تويتر وبعض التغريدات أيضا حول ذات الموضوع. محمد يقول الاحتفاظ بالدولار، احتفاظ إذا بعملة أجنبية. وميدو يقول أقترح عليهم أن يحولوا مدخراتهم عفوا إلى عدس، فقد تخطى سعره 30 جنيه. بعض السلع أصبحت الآن ربما استثمار جيد كما يقول ميدو. وآخر تغريدة لدينا لهذا الحساب يقول بعتقد أنه كل شخص يمتلك دولار واحد أنه يحتفظ به لحد ما ربنا يحلها، أي مجرد الدولار العملة الأجنبية ربما هي في حد ذاتها ادخار كما يرى هذا المشارك. أكتفي بهذا القدر، ربما عبر المشاركون عن وجهة نظر مختلفة. صحيح، شكرا جزيلا لك يا عمر. أستاذ مصطفى، فيما يخص أن حضرتك قلت رقم واحد شراء السبائك الذهبية ده اللي معاه مدخرات، ثم فكرة العقارات سواء كانت شقق أو أراضي، بس أنا عايز أقول لحضرتك حاجة هنا. طب ما لما كل الناس تروح تشتري وتجمد فلوسها في أراضي أو عقارات، أما يحب يسيل فلوسه ويبيع مش هيجد طريق، السوق مجمد. لا لا، خلي بالك، عشان كده بقول لك ان لازم تكون الحياه الشعبيه في 600,000 زيجه في مصر سنويا. كويس، 600,000 لازم انت تتخلق لهم 600,000 شقه. صحيح، والحكومه ما بتعملش شقق، وغالبا مشروع الاسكان يعني كويس، وبالتالي زائد طبعا المطلقات زائد الارامل زائد اللي عايز يعيش لوحده، وبالتالي انت بتتكلم في اكتر من 700,000 شقه. ده سنويا في مصر، احتياج مصر 700,000 شقه سنويا. ده على الاقل. انا على فكره عجبني محمد من القاهره بيتكلم في مشروعات، ودي كنت هطرح المشروعات الصغيره او المتناهيه الصغر، انك تعمل برايه، تعمل قلم، تعمل كذا، بس دي محتاجه حمايه من الدوله. بمعنى ايه؟ انك انت الصين بتجيب لك الحاجات دي ببلاش. صحيح، وبالتالي انك انت لازم تعمل حمايه لهذه السلع. بس انا اعتقد ان محمد كان بيتكلم على فكره الاستيراد. لا بيتكلم، لا على فكره ان هو يعني نروح نستورد برايات من لا لا لا, لا بيتكلم على المشروعات الصغيره، انك انت تعمل يعني تعمل ورشه صغيره، وانك انت تعمل الحاجات دي. بس دي طبعا محتاجه تسويق كويس، ومحتاجه انك انت الدوله تحط قيود على، مش بقول قيود على التجاره لان ده مخالف للقواعد العالميه، قيود على السلع الرديئه. انت من حقك انك انت الصين بتجيب لك زباله والتجار بيجيبوا الزباله من الصين، انك انت تصادر الحاجات دي لصالح حمايه المنتج المحلي. ما يتحقق بالتالي فكره ان احنا نشتغل في الصناعات الصغيره ومتناهيه الصغر والورش وبتاع، ده مش هيكون مفيد لصاحب المدخرات. لا لا، مفيد ومفيد، وممكن تكون صاحب مدخرات صغيره، بس اهم حاجه في التسويق انك انت تعرف تسوق المنتج بتاعك. عايز اسالك عن حاجه دلوقتي، في ناس بقت بتتجه تقول لك ايه، ما انا اروح اشتري بره مصر عقارات. فواحد يجي يقول لك انا هشتري في تركيا مثلا شقه، هناك هيبقى افضل استثمار، او هشتري اراضي زراعيه مثلا في السودان. هل الافكار دي جيده؟ جيده، بس فيها افضل يعني، فيها نوع من المخاطره. اذا انت مش فاهم طبيعه الاسواق دي تبقى فيها مخاطره عاليه. يعني بمعنى ايه؟ انت لما تشتري السودان لازم تدرس، لازم حد يعمل لك حاجه اسمها تكلفه الاستثمار وتكلفه العائد المتوقع. يعني بمعنى ايه؟ نفترض رحت جبت شقه في تركيا، ما انت لازم تقارن، طيب العائد على الشقه في مصر كام والعائد في تركيا كام؟ تركيا بتجيب لك في السنوين 20 ل 25% عائد. وفي مصر؟ كويس؟ لا، في مصر على المدى البعيد ممكن تجيب لك اكتر، يعني ممكن خلال 5 سنين ان مصر تجيب لك 100%. يعني انا اشتري شقه في مصر افضل ما اشتري شقه في تركيا من وجهه نظري؟ في تركيا انا مصر من ناحيه الاراضي والعقارات افضل واسرع واربح. في نقطه هنا، اللي عايشين المصريين اللي عايشين بره مصر دول عددهم كبير، وهم جزء منهم كبير معاه مدخرات، يقول لك طيب ما انا هدخل فلوسي بالدولار للمصري، ها
هخسر، اشتري العقاره ما اجي احولها ثاني للدولار الخساره هتبقى كبيره جدا، فاروح اشتري في تركيا احسن. لا انت او في السودان افضل. انت هتدخل وتخرج هتخسر. بلاش ادخل واخرج زي المستثمر. انك انت دلوقتي ايه اللي كان موقف الاستثمار الفتره اللي فاتت؟ المستثمر خايف يدخل دولار وما ميد يطلع، يا اما مش عارف يطلع بيه او يطلع بيه بخساره. لكن القصة أنا بقول لك أنت مقيم في مصر وعايز تستثمر في العقارات، بتفاضل ما بين مصر وتركيا؟ لا، مصر أفضل في الاستثمار. اللي عايش جوه مصر يستثمر في العقارات أفضل، لكن اللي عايش بره مصر ما يدخلش فلوس جوه مصر. مش لا ما بقولش ما يدخل. لا لا ما بيدخلش. لا احنا بنتكلم من الناحيه من الناحيه الفائده الاستثماريه والفائده اللي تعود على اصحاب المدخرات. اذا انت على المدى البعيد عايز تعمل ربح راس مالي اللي هو متراكم، انك انت في مصر الاراضي والعقارات على المدى البعيد لا بتجيب فلوس كويسه جدا. كويس. وخاصه ان دي ولا تخضع للضرائب، ولا حد ممكن يسرقها منك، ولا حد يعني، وبالتالي الخطر بتاع الأراضي صفر. خطر الودائع في البنوك على سبيل المثال عالي. ليه؟ لأنك أنت كل ما التضخم يزيد على سعر الفايدة يبقى الودائع ملهاش لازمة. سعود لك يا أستاذ مصطفى. معي متصل آخر، أبو محمد من الكويت. أهلا بك يا أخ أبو محمد، تفضل. مساء الخير يا أستاذ أحمد. مساء النور يا فندم عليك، تفضل. مساء عليك وعلى المشاهدين وعلى الأستاذ مصطفى عبد السلام. الله يكرمك يا فندم. وأحب أشارك في الموضوع اللي أنتم بتتكلموا فيه. يا ريت، تفضل. طبعا بعد إذنك، هي ظروف مصر الآن الاقتصادية جدا صعبة. الأول بنشكر لكم الشفافية على توعية الناس. لكن المهم إن إحنا نتكلم معاهم بالأرقام الحقيقية للاقتصاد المصري. أول حاجة، أنت عارف أن في فجوة تمويلية كبيرة ما بين الصادرات والواردات في مصر، قد تزيد عن 50 مليار دولار. يمكن أنت حضرتك كنت مستضيف أمس أحد المختصين في البنوك وقال هذا الكلام وأكده بالأرقام. وبالتالي حتى الاحتفاظ بالدولار في مصر يعتبر أيضا وسيلة جيدة للادخار. صح. طيب. الحاجة الثانية، أنا بس لو سريعا يا أبو محمد، لأن أنا عندي أكثر من متصل، لو ليك سؤال محدد في موضوع الادخار يا ريت لو تقولنا عليه. فأنا أقول لحضرتك الادخار والدولار وسيلة جيدة. الدولار البنك الذهبية زي ما قال الأستاذ مصطفى. شكرا. دي أسهل للتصريف وقت الاحتياج لما تحول إلى كاش. أشكرك جزيلا أبو محمد من الكويت، ومعي محمد من المملكة العربية السعودية. تفضل يا أستاذ محمد. أستاذ محمد معايا؟ طيب أعتقد معي متصل محمود من الجيزة. هل ما زلت معي؟ محمود؟ أستاذ محمود معي؟ عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي لو ليك سؤال لأستاذ مصطفى، تفضل. أنا سؤالي، إمتى هتبطلوا تحريض على مصر يا كلاب؟ طيب شكرا جزيلا، ونتحفظ للأسف على المتصل الكريم، ونأسف لما ذكره من شتائم. طيب معي مصطفى من ألمانيا، تفضل أستاذ مصطفى. من ألمانيا. تحياتي ليك وللأستاذ مصطفى. نعم، تفضل يا أخي. من ألمانيا. تمام، تفضل يا أستاذ مصطفى. لو سمحت سؤال لحضرتك، يعني أنا دلوقتي في ألمانيا، أنا معايا مثلا فلوس دولارات دلوقتي، عاوز أنزل موافقة أعمل بها إيه؟ إيه المشروع اللي أنا أعمله دلوقتي؟ طيب ده سؤال مهم الرجل. شكرا جزيلا استاذ مصطفى من المانيا. معاه مدخرات بالدولار طبيعي بيعمل خارج مصر، لو عايز ينزل بها مصر يعمل بها ايه؟ لو افضل مشروعاتنا من في تقدير اللي هي مشروعات الاغذيه والمطاعم، الاغذيه تحديدا. الاغذيه بمعنى انك انت الناس بتاكل وتشرب، وبالتالي مطاعم دي مربحه جدا في مصر على فكره. يعني طبعا انا بتحفظ كمان، لان انا اتضايقت من كلام اللي بيشتم، لان احنا ولا بنحرض على مصر، احنا بالعكس. صحيح. يعني احنا بنوعي الناس، بالعكس بنقول استثمروا فلوسكم في مصر لانها هتجيب عائد على المدى البعيد. وبالتالي يعني طيب بالنسبه للدولار، الاستثمار في الدولار، الاستثمار في الدولار فرصه جيده، بس ما تشتريش دلوقتي، لان الدولار مرشح ان هو يعمل ارتفاع تاني، يعني على حسب التقديرات الدولية 19-20
ويرد ينزل تاني. ده كل التوقعات في بنوك الاستثمار. يعني انت ما تنصحش دلوقتي بشراء دولارات؟ لا، الاستثمار ان انت تشتري دولارات و لا، اللي معاه دولار ماشي تكتنس. طب اللي معاه دولار يروح يغير دلوقتي ولا ينتظر قليلا؟ لو محتاج السيوله على المدى البعيد يروح طبعا دلوقتي. لان السعر انا شايفه انه مغرف البنوك. كويس، اذا محتاج السيوله كمحتاج جنيهات على المدى البعيد، لكن مش محتفظ بيها خلاص يعني. خلص. ده وسيله استثمار، سواء رضينا او رفضنا هي وسيله استثمار. نعم. جيده. نختم ان طريقه الادخار الامثل في مصر هي الذهب وتحديدا السبائك والعقارات في الاماكن غير البعيده والاماكن او الاراضي. نعم. بعيده يعني ارض وتسيبها. نعم. يعني شكرا جزيلا استاذ مصطفى عبد السلام الخبير الاقتصادي ورئيس قسم الاقتصاد بصحيفه العربي الجديد. اشكرك شكرا جزيلا، كما اشكركم مشاهدين على طيب متابعتكم للقسم الأول من هذه النافذة. فاصل ويواصل زميلي محمد دحو فقرات النافذة وفيها. فرنسا تحيي الذكرى الأولى لهجمات باريس.